مرحبا بكم مشاهدي اعزائي الرياضيين في هذه الجلسه التي استضيف من خلالها اللاعب طلال القرقوري. طلال القرقوري اولا مرحبا بك. اول سؤال، يعني المنتخب الوطني المغربي يخرج مبكرا من منافسات كاس افريقيا للامم، يعني انت كلاعب شنو التقييم ديالك المردوديه ديال المنتخب الوطني في نهائيات كاس افريقيا؟ ككل لاعب يعني انا جيت حزين بهذا الاقصاء هذا بطبيعه الحال، مثل كل المغاربه مع الاسف. هذه كرة القدم يعني يجب نسيان هذا الاقصاء هذا يعني والنظر في المستقبل، لان مازال امامنا يعني اقصائيات كاس العالم، فيجب يعني نسيان هذا كل ما حصل في بيغانا والنظر في الامام ان شاء الله. نعم، مباشره يعني بعد المباراه امام المنتخب الغاني طلال القرقوري يعلن الاعتزال ديالو. طلال، لماذا هذا الاعتزال المبكر؟ تنظن يعني قرار فكر فيه كثير قبل ما ناخذه، وتنظن يعني قرار لا رجعة فيه لعدة الظروف بلا ما ندخلو يعني في التفاصيل. كل ما يمكن نقول على انني ما يمكنش يعني نستمر مع المنتخب لظروف يعني شخصية. كل ما اتمنى يعني حظ سعيد للعناصر الوطنيه، لان عندهم كل من الامكانيات باش يحققوا كل مبتغيات يعني الشعب المغربي. مع الاسف ما تحققش هذا الشيء في هذا كاس افريقيا هذه، فاتمنى يعني مستقبلا تكون نتائج احسن. يعني بطبيعه الحال الانسان كل بدايه عندها نهايه، فانا كنغادر المنتخب الوطني بواحد الحزن، لانني ما ننساش بانني قضيت فترات يعني رائعه مع ضمن المنتخب الوطني ضمن هاد الاصدقاء هادو اللي بكل صراحه غادي نشتاق لهم مستقبلا. ومن طبيعه الحال يعني حمل القميص الوطني فهذا واجب اي لاعب مغربي، وانا فخور انني اكون مغربي. فكل بدايه عندها نهايه، فاليوم مقابله غانا كانت اخر مقابله بالنسبه للاعب طلال. نعم، الفريق الوطني المغربي خلال الدور الاول سجل 7 ديال الاهداف، ولكن تلقات الشباك ديالو 6 ديال الاهداف، مما كيترجم الفراغ الكبير على مستوى الدفاع. يعني اتمنى هذا السؤال يعني يطرحه على الناخب الوطني. الناخب الوطني هو اللي يمكن يعطيك اجوبه على كل ما هو تكتيكي. فانا كلاعب يعني احتياطي مهمتي هو تشجيع العناصر الرسميه اللي كتلعب المقابله، ونبقى دائما وراء الفريق. يعني ماشي من النوع ديال اللاعبين اللي كيكون جالس في كرسي احتياط وكيتسنى ان اللاعب اللي كيلعب في المكان ديالو يقوم بهفوات او اخطاء، فانا ماشي من ذاك النوع. لكن دائما كنشجع العناصر الوطنيه. كل ما يعني النتائج كانت ماشي في صالح المنتخب الوطني، هذه كرة القدم. يعني بعض الأحيان تنهزموا بعض الأحيان تنتصروا، فالإنسان لازم عليه يأمن بهذه الأشياء هذه. نعم، يعني طلع يعني منذ قدوم المنتخب الوطني وحنا كنسمعوا هناك أجواء يعني اللي كان كيعيش فيها المنتخب الوطني المغربي، أجواء مشحونة، أجواء مكهربة، واش هي اللي أثرت على مردودية ديال اللاعبين وبالتالي المنتخب الوطني؟ يعني بكل صراحة يعني فوجئت كثير يعني عند قراءتي لبعض يعني الصحف عبر الإنترنت. يعني كثر القيل والقال على هذه المسألة هذه بأن هناك مشاكل بين اللاعبين، فكما شاهدتوا في كل مرة تجيو الفندق وإلا كتلقاو 8 10 لاعبين مجموعين على طاولة واحدة كيشربوا قهوة. يعني ما تنشوفش شنو هو الخلل ما بين اللاعبين، فهذه أشياء يعني غير موجودة ضمن المجموعة. كاين هناك مشكل ديال اللاعب طلال مع صرح بأنني عندي مشكل مع لاعبين كيشاركوا بالخليج، فكاينين لاعبين اللي كيشاركوا بالخليج فهو سفيان العلودي وأمير الرباطي. فتنظن هادو من العناصر آخر واحد يمكن اللي نلقى معاه مشكل في الحياة اليومية هو سفيان العلودي وأمير الرباطي، فما تنعرفش الناس هادو اللي كيجيبوا الأخبار هذه. النتائج ما كانش صالح المنتخب، ما نحاولوش نقلبوا على كان هناك مشكل بين هذا اللاعب وهذا اللاعب. فثق بيا انا مع المجموعه، ما يمكنش نكذب عليك قدام التلفازه، فما كاين حتى شي مشكل سواء ما بين اللاعبين او ناس اخرين. يعني الاجواء كانت صافيه، كل ما فيه يعني النتائج ما كانش صالح المنتخب يعني فقط. خلال التدريب شاهدنا بعض اللاعبين اللي كيغيب عنهم الانضباط، وبالتالي خلال المباريات الرسميه شاهدنا غياب روح القتاليه وغياب الدفاع القميص الوطني.
من طبيعة الحال هذه الملاحظة لاحظوا حتى اللاعبين، يعني اللاعب اللي ما تيكونش لاعب كلاعب رسمي تيحاول على انه يبين الغضب ديالو للمدرب خلال التمارين، فهذا كيرجع بالسلبيات على الفريق. فكنتمنى الاشياء دي ما تبقاش تكرر، لان هذا كان موضوع الساعه يعني بين اللاعبين، هو ان هناك بعض اللاعبين اللي تيجيو للتمرين وكانهم في يعني في عطله صيف. فكنتمنى هذه الاشياء ما تبقاش تكرر، لان ماشي في صالح المنتخب الوطني، ماشي في صالح يعني هذا منتخب وطني راه ماشي فريق 40 مليون نسمه اللي كتسنى النتائج. كاين هناك ناس اللي جالسين في قهوه، كاين هناك اللي جالسين جلسه عائليه، كاين الناس اللي كتشوف ما عندهاش حتى التلفازه كتحاول انها في المنزل كتحاول انها تمشي المقهى وتشوف يعني مقابلات. فهاد الاشياء اللي لازم يعرفوها بعض اللاعبين. المدرب الوطني له كل الصلاحيات من خلال القراءات ديالو التكتيكيه وخلال المباريات، يعني انتم كلاعبين واش كنتو كتحسوا بان المدرب عنده واحد الاضافه كيعطيها لكم وبالتالي تحقيق نتيجه ايجابيه خلال المباريات؟ يعني الحصص التدريبيه ولات اسمحات معروفه عند السيد هوني ميشيل، يعني حسن الحظ يعني عندنا مؤيد بناني يعني في مستوى كبير، كيف تنقولوا كومبيتون، تيبغي يخدم تيبغي يجتهد. اما من ناحيه تكتيكيه فتنظن ما تخدمو حتى شي حاجه في الحصص التدريبيه، يعني يوم اثنين معروف، يوم ثلاثاء معروف، يوم اربعاء معروف، الحصص التدريبيه باينه. ما كاينش هناك اصلاح يعني الاخطاء اللي كنقومو بها خلال المقابلات. الشيء الايجابي اللي فيه هو انه تيعرف يتكلم، كيعرف يشجع اللاعب قبل المباراه، هذا هو يعني الشيء الايجابي اللي فيه. الان كتنتظرنا رهانات اخرى اكبر من توجيه اصابع الاتهام وكذلك لتحديد المسؤوليات، امامنا اقصائيات كاس العالم، ماذا الان يمكن فعله طلال؟ بكل صراحه يجيب نسيان يعني ما حصل في كاس افريقيا بغانا، نظر الامام كما قلت في السابق. اللي يمكن نقول هو ان ما يمكنش المنتخب الوطني يكمل بهذه الطريقه هذه اللي غادي فيها، لان ما تتشرفش يعني كره القدم المغربيه. وكاين هناك يعني بعض الاشخاص اللي بكل صراحه ما تيبغيوش الخير للبلاد، ما تيبغيوش الخير للمنتخب الوطني، بحيث انهم بعد هزائم تتشوفهم تيضحكوا انهم يعني ماشي مغاربه، ما تيفكروش في هذوك الناس اللي كانوا كيبكيو في المغرب، ما تيفكروش في هذوك الناس اللي كانوا كي الانسان تيتقلق على وليداتو، شي حاجه ما كيفكروش فيه. فعلى اي حال فهو تيبقى دائما اجنبي، حنا اللي مغاربه والمغربي هو اللي كيكون غيور على البلاد ديالو. من بعد المباراه طلال، الجمهور المغربي يبغى يعرف كيفاش كانت الاجواء هنا يعني في الفندق. طبعا الحال حنا كمغاربه يعني كنغيروا على البلاد ديالنا، تنغيروا على القميص ديالنا مثل جميع اللاعبين. لكن واحد الطريفه ويعني بكل صراحه لولا يعني وجود لاعب طلال في قرب يعني المكان اللي كان فيه الناخب الوطني كان غادي ياكل العصا ذاك النهار، لان بعد هزيمه ضد الفريق الغيني الانسان ما يغير على بلاده الا المغربي، لان بكل صراحه لا يعقل انك ت... انك ت... يعني ت... ت... يعني ت... تطرد مدرب مغربي اللي اهلك الكاس الافريقيا وتجيب مدرب اخر في واحد الوقت اللي ما فهمتش انا يعني ماشي الوقت المناسب. نعم، في الاخير نريد معرفه الافاق الاحترافيه للاعب طلال القرقوري. يعني التركيز الحين غادي يكون التركيز على الدوري القطري ومن طبيعه الحال مع نادي قطر، اللي كنتمنى لانني نعطي اكثر معاه ونكون يعني نكون واحد السفير الكره المغربيه بدوله قطر مثل اللاعبين الاخوان اللي كيقدموا عروض طيبه الحمد لله في الدوري القطري. شكرا لك طلال القرقوري، شكرا لكم مشاهدي اعزائي الرياضيين، ونتمنى كل الحظوظ مستقبلا للمنتخب.